حرف السين غلبك، ومره يتنطق سا، ومره يتنطق شا، ومره يتنطق كا. يلا بينا نفهم. اول حاجه السي بلس اي او اي او واي تتنطق سا، يعني بتديني صوت السا ساوند اللي هو صوت الاس، كاني بقول سا بالظبط. خلينا ناخد examples. The first example is cycle. The first T is S. The second C is K. طيب هنا circle. Circle because of I and because of L. طيب تاني رول عندنا ان C يكون معاها I أو E أو Y زي الأولى يعني بالظبط، بس الفرق ان يكون وراها another vowel. Another vowel زي ايه الفاولز؟ A, E, E, O, A. يدونا ايه بقى؟ يدونا ش. يدونا ايه؟ ش. يديني صوت الش. خلينا ناخد examples. Precious, 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 and ancient, 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 and delicious, 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 special, 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 C plus any other.